الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تعقد اجتماعا والمشاركون يرجحون التوجه نحو الإضراب. وزارة الصحة تحذر من خطورة الاستغلال العشوائي لمصب بورشكير، ووزارة البيئة تطلق برنامجا عاجلا للحد من مخاطره الصحية. واختتام مسابقة الخمسة الذهبية جملة تظاهرات في المدن التونسية بمناسبة اليوم الوطني لللباس التقليدي. أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثامنة. تعقد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي برئاسة الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، تعقد اجتماعا للنظر في جملة الملفات القطاعية وتقييم المسار التفاوضي مع وزارة التربية، والتي تتعلق بالأساس بمسألة التقاعد والترقيات، إضافة إلى مسألة الزيادة في الأجور، والتأكيد على تفعيل الاتفاقية السابقة وتحين الأمر 1176 المتعلق بالتقاعد واعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة. هذا ومن المنتظر اتخاذ عدة إجراءات لتحديد جملة من التحركات النضالية للقطاع، ومنها التوجه أو التلويح نحو الإضراب في صورة عدم الاستجابة إلى مطالبهم. لابد من لفتة ولفتة كريمة إلى المعلمين، لأن الشعوب لا تنهض إلا بالتعليم. حذاري من سيطرة المعلمين والمدرسين والأساتذة والمربين، حذاري لأنهم يطالبون بحقوقهم. لابد من لفتة إلى هذا الصنف من المدرسين من هذا الشعب، على هذه الحكومة أن تنكب على ملف التعليم وأن تعطي للمدرس بصفة عامة حقه في المجتمع وفي العيش الكريم، لأن المعلم اليوم في وضعية لا يحسد عليها، وأنتم تعرفوا الكل اليوم المعلمين وما يقدمونه. معلمين أقول دائما من المعلمين اللي تعودت، لكن المعلمين والأساتذة سواء في الابتدائي أو في الثانوي هم في وضعية لابد المجتمع أن يتفهم، ولابد على المجتمع أن يدافع من أجل تعليم مجاني، من أجل مدرسة عمومية. المدرسة الخاصة تشوفوها اليوم كمية كبيرة من الذهب تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار من المليمات، أحبطت دورية أمنية تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس عملية تهريبها. إحباط العملية الذي جرى ليلة أمس تم على مستوى معتمدية صخيرة جنوب مدينة صفاقس. كنز كشفت عنه فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس لم يكن مطمورا في باطن الأرض، بل في صندوق سري تحت مقعد هذه الشاحنة. كشيت هذه أمينة جي بطريقة أنه يصعب أنه الواحد يتمكن باش يكتشفها، لكن فضلنا العوانة بتاعنا حطتهم أنهم يكتشفوا ويتمكنوا من ضبط الكمية الكبيرة هذه، ومش أول مرة الكمية هذه تضبط. احنا في الشهر هذه ضبطنا كمية أخرى ب 14 كيلو ونص. أنواع من المصوغ من عيارات مختلفة وزنت أكثر من 20 كيلو غراما، ثروة طائلة كانت ستخترق الأداءات، وخطر داهم على سوق الذهب. الكمية هذه في حدود 28 كيلو، هذه ذهب فيه ذوق 18 وذوق 21، القيمة متاعه في حدود 2 مليار، بالضبط تقريبا 1.9 مليار. هذه سلعة موازية تأثر على اليد العاملة التونسية، ضر ياسر بالحرفيين التونسيين. المهربون وحيلهم وعتادهم الذي يتجاوز أحيانا تجهيزات هذه الفرقة تلقوا خلال شهر واحد عدة ضربات من هذا النوع. غير بعيد عن العاصمة وفي منطقة سيد حسين السجومي يقع مصب بورشكير للنفايات، مصب يستقبل يوميا أطنانا من الفضلات المنزلية، ويبعد بعض الأمطار على منطقة العطارة السكنية، منطقة لطالما اشتكى متساكنوها من الأخطار الناجمة عن وجود هذا المصب، أخطار أكدتها وزارة الصحة والناشطون في المجال البيئي. نتابع. هو صحته مشت على روحه وعمره مشى، ما رام الدنيا حتى شيء. بمرارة حدثتنا خالتي مهنية عن ابنها الذي وافته المنية منذ حوالي شهرين. خالتي مهنية إحدى متساكنات منطقة العطار المحاذية لمصب بورشكير، مصب لطالما اشتكى من مضاره أهالي المنطقة. وفى من المرض الخايب، ما هل الزبل المحنون كان لبس عليه وليدي. شكينة 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 وين؟ جت ناس ومشت ناس وشكينا وجرينا والهطنا وعملنا وشو غاديكم شينا، تكلمنا حتى واحد نصنط هاي ولادنا قاعدة تموت كل يوم. دول الولد محسوب أزمتيك بالفشفاشة،
مازلت وكنا حيت عليه وكنا حكيت أنا الجمعة هذه الفشفش ساعتي خدم الطبيب ما بالي معناها حتى سبورت أو ما يعملش سبورت أنا جريان ما نجمش يزيد أكثر من 100 متر. وزارة الصحة من جهتها دقت ناقوس الخطر أمام ما وصفته بالاستغلال العشوائي لهذا المصب، من ذلك اللجوء في بعض الأحيان إلى حرق الفضلات المنزلية وما ينجر عنها من أخطار على الصحة. عمليات الحرق سواء كان عشوائية وغيرها هذه ينجم عليها انبعاث غازات سامة في الهواء، والغازات هذه أغلبها غازات يعني تمثل خطورة بمكان على الصحة، ناهيك وأنه أمراض تنفسية قلبية إلى غير ذلك وحتى الربو، ناهيك وأنه مادة الديوكسين هي مادة يعني مسرطنة، ووقت اللي تنبعث في الهواء يتم امتصاصها. مياه الرشح الصادرة عن المصب وحسب خبراء في البيئة تتسبب في أضرار للمائدة المائية، ما حدا بجمعية SOS بيئة إلى اللجوء بصفة دورية لتحليل مياه الأبار الموجودة في المناطق المحيطة بالمصب لرصد مستوى تلوثها، جمعية انضمت إلى أهالي المنطقة في احتجاجاتهم على مدار هذا المصب وعلى تواصل اعتماد سياسة ردم الفضلات. منذ 2011-2012 يقولون هناك ستكون هناك يعني تقنية جديدة، سيكون هناك طرق أخرى لمعالجة النفايات. 2013-2014 ثم 2015 هوني الموظفة شهر جوان، وبحول الله في شهر جويلية باش نعملوا يوم مفتوح للمواطنين باش يشوفوا شنية التغييرات اللي باش تصير في الظرف القياسي هذايا للمصب، باش نقوموا بتشجير المصب بداية من شهر أفريل إن شاء الله. المحيط نتاعو باش يتشجر بشجرة الكازوارينا. علاش الكازوارينا؟ خاطر هذيك تمتص أكثر الروائح، من أكثر الأشجار اللي تمتص الروائح، باش نستصلحوا زاد الجدار نتاعو، وباش نقوموا كذلك بإصلاحات فيما يخص محطة التصفية نتاع المادة الكحلة الليكسيفيا، وباش نغطيوا الخانة الخامسة اللي تسبب تلك في بعض الروائح للمواطنين من هوني زاد لآخر جوان باش تكون مغطية كليا بالأتربة. تغيير سياسة التصرف في النفايات من خلال وضع عمليتي الرفع والتصرف فيها تحت إشراف إدارة واحدة وهي إدارة الجماعات المحلية، مقترح يرى فيه الناشطون في المجال البيئي حلا جذريا للمشاكل الناجمة على المصبات. وفيما يعاني سكان البطان بالعاصمة من مخلفات مياه الرشح الصادرة عن مصب الفضلات ببورشكير، تعاني واحة النخيل بالجريدة التونسي في السنوات الأخيرة من اهتراء أبار الري التي أصبحت غير صالحة للري، بالإضافة إلى تكلفتها الباهظة التي أثقلت كاهل الفلاح. آلاف الهكتارات من النخيل المنتشرة في ولاية توزر تشغل أكثر من 30,000 من اليد العاملة وتوفر قرابة 50,000 طن من إنتاج التمور سنويا. ومع بداية الثمانينات دخل نظام الري بهذه الواحات في منظومة الأبار عوض الاعتماد على مياه الأودية الطبيعية، ومعه انطلقت صعوبات وإشكاليات تفاقمت في السنوات الأخيرة. النخل كل لبس عليه معناه يعطي في طناج لبس معناه 950-200 كيلو النخلة معناه. هاي نبيع اللهم صلى الله على النبي مرتاحين نخدم. أربع سنين ما ننتج شيء. أربع سنين كعبة لا. وما تجر وحبس وما عادش الناس خادمة، حتى الناس ما عادش خادمة. من قلت الماء ما عادش خادمة. سيم اللي عملت الفلاحة على مستوى الهكتار أربع سوايع ما يكفيش. ما يكفيش لأن خاصة واحة قديمة وفيها بعض الهمل وغيره والأرض ماهيش فايونس ولا بارتير، هي أربع سوايع ما تكفيش ضربة واحدة. كميات المياه أقل من الحاجيات التي تتطلبه الواحة مع توزيع غير متكافئ للمياه، بالإضافة إلى تكلفته المرتفعة التي أثقلت كاهل الفلاح. يلزم الدولة الدخل بصراحة باش نحافظوا على الفئة هذه من النخيل، يلزم تعطي دعم للفلاحة. الدعم هذا يتمثل مثلا في كوطا في تسعيرة الماء تكون محمولة على الدولة، خاصة في الواحة القديمة. نحكي بالمشاريع الجديدة ديك دقلة مش مشكلة، أما باش نحافظوا على النوعيات هذه يلزم الدولة الدخل. المطلوب اللي هو يقع دعم أبار إضافية جديدة للواحات، يلزم خاصة شيخوخة الأبار اللي تفوت 17 عام يقع تعويضها، ويلزم في الواحات القديمة دعم أبار إضافية جديدة باش الفلاح يخرج من المأزق هذا. واحة الجريد تحتاج إلى قرابة 2000 لتر في ثانية لكي تبلغ التدفق المطلوب، ولكن يبقى السؤال المطروح متى وكيف سيتحقق مطلب فلاح الجريد وإنقاذ واحات مهددة بالاندثار.
المخابر الكهرومغناطيسية مولود جديد ينضاف إلى البنية التحتية الصناعية في تونس. هذا المولود سيسهم بصفة كبيرة في تحسين المنتوجات الصناعية وسيوفر للصناعيين الكثير من الجهد والمال، في انتظار أن تصبح المخابر نفسها رافدا ماليا جديدا لتونس في السنوات القادمة. يسعى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات إلى تطوير مجال عمله، سعي تبلور على أرض الواقع بعد تركيز مخابر كهرومغناطيسية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات والمعايير الدولية. هذه المخابر الجديدة ستفتح أفاقا واسعة للمصنعين التونسيين والأجانب، وستساعدهم على اكتساح أسواق خارجية جديدة. وهذا يعتبر بنية تحتية للصناعة التونسية، يسمح للمصنع التونسي غير ما يكلفوا انه يمشي لاوروبا ويمشي المخابر الاوروبيه يعمل القياسات هذه هنا في تونس باقل التكاليف. ويؤمل ان تحظى هذه المخابر المقدره كلفه انشائها ب 13 مليون دينار باعتراف دولي، مما سيساعد على تنميه الاقتصاد الوطني، خاصه وهي المخابر الوحيده من نوعها في افريقيا والوطن العربي. الشيء اللي قاعدين نخدم عليه توا هو اعتماد نتاع المخبر ليكون ضمن مواصفات عالمية اللي هي نسميها مواصفات من نوع ايزو 17025، وبطبيعة الحال معناتها تولي جميع التقارير الصادرة على هذا المخبر هي تقارير معترف بها دوليا. اعتقد الى 5 سنوات اخرين يكون هذا المخبر يكون ذات مردودية عالية في من ناحية مالية، ونطلع ايضا الى انه يدخل هذا ايضا يساهم في تشغيل، لأن هذا المخبر لحد الآن احنا عندنا حوالي 10 مهندسين مختصين، وننتظروا أنه مع تقدم الأشغال ومع تكثر الطلبات باش يكون عندنا زادة كثير من المهندسين اللي باش يكونوا موجودين في هذا المخبر ويساهموا في حلحلة بعض الشيء من في التشغيل في تونس. مشروع المخابر الجديدة يهدف إلى التقليص من عديد المشاكل التي تواجه الصناعيين وتوفر الكثير من جهدهم ومالهم، خاصة وأن عملية تجربة المنتوجات قبل البدء في تصنيعها تصل تكلفتها إلى 20,000 دينار إضافة إلى 4 أشهر على أقل تقدير قبل الحصول على الموافقة من المخابر الأوروبية. أزل ستار الليلة البارحة على دورة 17 لتظاهرة الخمسة الذهبية. قد فاز بالجائزة الذهبية للباس اليوم مديحة طرابلسي من ولاية صفاقس، فيما فازت نجوى بن سالم من ولاية المهدية بالجائزة الذهبية في مسابقة الخمسة الذهبية للباس المناسباتي. لوحة فنية فسيفسائية مطرزة منمقة ومحلاة بأبهى تفاصيل التقاليد التونسية، تلك التي لمع بارقها في سهرة الدورة 17 لمسابقة الخمسة الذهبية التي شارك فيها 69 حرفيا توزعوا على 40 مشاركا في مسابقة اللباس اليومي و 29 مشاركا في مسابقة اللباس المناسبتي. اللي يميز الدورة هذه جودة الابتكارات اللي تم تقديمها، هناك قفزة نوعية، واتمنى تكون كما العرض هذا يكون مرتين في السنة. أنا قلت معناها يكون عرض خريف شتاء وربيع صيف، هكاك نعطيه فرصة باش نعرفوا شنو الابتكارات التونسية ونحاولوا نروجوا أكثر. ابتكارات حاول مصمموها المزج بين الحداثة والتراث، فكانت جوائز لباس اليومي موزعة بين مديحة طرابلسي من ولاية صفاقس، الجائزة الذهبية، وجميل الذويبي من ولاية زغوان الجائزة الفضية، وفاز هاشمي ميلادي من ولاية المنستير بالجائزة البرونزية، فيما فازت نجوى بن سالم من ولاية المهدية بالجائزة الذهبية للباس المناسبتي. حاولت أني نخدم على مادة النيلة، وخدمت على حرير على المنسوجات التونسية، خدمت على القفطان، خدمت على حاجة من مخزوننا التراثي اللي هو من صفاقس من ولاية صفاقس، فهمت، اعتمدت على الصوف، عملت تطورات، مثلا دخلت عليه السروال العربي، دخلت عليه البلوزة، دخلت عليه الجبة. تصميمات تركزت على ألوان راوحت بين الأحمر والأبيض والأسود والبرونزي وغيرها من الألوان، فنهلت من موروث لا ينضب يحمل في طياته بصمات توارثت عبر الأجيال، فكانت اللوحة تونسية بامتياز.
وعشية الاحتفال باليوم الوطني لللباس التقليدي تزين شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اليوم بالسيارات الكلاسيكية التي قدم أصحابها عرضا فرجويا نظمته جمعية تراثنا بمعية الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي والجمعية التونسية للسيارات التاريخية. واقترن العرض بتنظيم معرض للمنتجات التقليدية ليرسم في الشارع الرئيسي للعاصمة لوحة فنية متعددة الأوجه. عبق من زمن ماض هب على شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، زمن عهدنا مشاهدة أحداثه باللونين الأبيض والأسود. ذا هو اليوم ومع ألحان الفرقة الموسيقية لجيش الشرف يتلون بأقمشة اللباس التقليدي التي يرتديها المواطنون، ويتزين ضمن إطار معرض السيارات الكلاسيكية بألوان تلك القطع الميكانيكية العتيقة العهد التي أثثت الشارع. يعني ذكرنا يعني تعيشنا في نفس الجو، هي اللبسة وشنو آخر نقوله والسيارات ليزاكسيسوار اللي دايرين كله يذكرونا في نفس الجو، يعني مجرد يعني يحطونا في الميم امبيونس. السفساري والجبة وغيرها من أنواع اللباس التقليدي ارتداها أصحابها بفخر واعتزاز احتفالا بالتراث الثقافي والموروث التقليدي للبلاد. نبدأ هذا المرشي باش ناخذي ولا حاجة نتلحق سفساري آخر، سفساري متاع الدار، أما هذا التساري نتاع الهمة شوي. باللبسة نتاعو بالشاشية بالجبة نتاعو التونسية بالبرنوس تحس روحك تونسي، تحس روحك عندك فخر واعتزاز وإنك تنتمي للبلاد هذية. لازم نفتخروا باللبسة هذية، قل أنا تونسية أنا نفتخر ببلادي. قطع أثاث خشبية ومفروشات وقطع زينة منزلية ذات طابع يراوح بين التقليدي والحديث أثثت معرض قاعة الأخبار بشارع الحبيب بورقيبة في محاولة لإحياء التراث ودعم قطاع الصناعات التقليدية. احتفال كبير، احتفال شعبي، كيف تشوف الحضور، حضور متنوع. اليوم عرس الصناعات التقليدية واللباس الوطني، لابد من تضافر كل الهياكل ووضع، هي استراتيجية موجودة أما وضعها على الأرض على الواقع وإيجاد آليات باش نراه نهار آخر أنه المنتوج التقليدي ينتشر في تونس وينتشر زادا في خارج تراب تونس. زمناني في آن واحد ومكان واحد، إذا امتزج الحاضر بالماضي. الصناعات التقليدية هي جزء من تاريخ البلاد، تلك الصناعات التي لن تنضب ولن تتوقف عن الإنتاج والإبداع. نبقى مع العروض والتظاهرات، حيث نظمت جمعية صفاقس المزيانة عرضا فرجويا في باب الديوان وسط مدينة صفاقس بعنوان ستريت شو. العرض استهل بما سمي سلسلة بشرية أحاطت بكامل سور المدينة العتيقة، تلته سهرة موسيقية مرفوقة بالتنشيط، والهدف كان المراهنة على صفاقس عاصمة للثقافة 16 و2000 وحاضنة لألعاب 2021. أضواء وأنغام بباب الديوان بصفاقس، شارع ينبض بالحياة ليحول قلب المدينة إلى فرحة من صنع أبنائها على مدى 7 ساعات. احنا هنا الصفاقسية الكل يتسمى، العبيد الكل منظمين باش العبيد الكل تتجمع ونوريو صفاقس ونوريو المدينة العتيقة متاع صفاقس. التظاهرات التي أحيتها جمعية صفاقس المزيانة افتتحت بسلسلة بشرية على كامل محيط سور المدينة العتيقة، رمزية فيها إيحاء بقيمة المكان ورهان على محطات قادمة تتقاسمها المدينة مع أبنائها. في 2640 شخص ودور على سور صفاقس كامل، المدينة العتيقة متاع صفاقس كل دور عليها. تظهر صفاقس مزلي أنا من أجل أن صفاقس تندرج في التراث العالمي، من أجل أن صفاقس تحتضن الألعاب المتوسطية لسنة 2021، وتظهر صفاقس مزيانة بروفة قبل ما تكون صفاقس عاصمة الثقافة العربية عام الجاي 2016 إن شاء الله. هذه التظاهرة الفرجوية كانت فرصة لتنشيط الشارع في مدينة صفاقس والتذكير بقيمة المكان تاريخيا ورهان على مدينة للثقافة تحتاج إلى عمل دؤوب في علاقة بقيمة المواعيد التي تنتظرها. فصول تمييزية بمجلة الأحوال الشخصية تكرس دنيا المرأة، ذلك ما أكده المشاركون في لقاء حواري حول ملائمة مجلة الأحوال الشخصية مع الدستور. المشاركون شددوا أيضا على أنه من الضروري إدخال تعديلات على عدد من القوانين لملائمتها مع ما جاء في الدستور من حقوق وضمانات لمكانة المرأة.
مجلة الأحوال الشخصية باتت عاجزة على مواكبة تطور حقوق المرأة ومكتسباتها في المجتمع التونسي، وصار من الضروري ملائمتها مع الدستور الجديد، مطلب تقدمت به الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خلال لقاء حواري. بدأنا في مرحلة أولى بمجلة الأحوال الشخصية، وبعد نصل إلى معظم القوانين التي لازالت تتسم بالتمييز المسلط على النساء، وبالتالي حتى تكون القوانين ملائمة مع أحكام الدستور وخاصة الفصل 21 والفصل 46، فلابد أن نبدأ بأن نطالب بتعديل القوانين. المشاركة طالبنا بمراجعة القوانين التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمرأة كقانون الجمعيات والأحزاب والشغل ومجلة حقوق الطفل، وذلك لتفعيل أحكام الدستور للقضاء على مظاهر التمييز داخل الأسرة. مسؤولية العائلة لازم تكون مشتركة، إذا كان يقول رئيس العائلة هو الزوج يعني أنه عنده صلاحيات كالولاية، وهذا يعطي يجعل المرأة دنيا. ثم أنه ثم فصول أخرى أيضا معناها بالنسبة لنا المساواة في الإرث، مجلة الأحوال الشخصية هي مجلة مدنية، ننطلق من الحقوق الإنسانية للنساء إلا ما فيهاش أي تمييز وخاصة من الواقع. فصول تمييزية تهم الموقع متاع الزوج ولا الأب في العائلة، فما فصول تمييزية تخص الميراث، توزيع الميراث، فما عديد النصوص التمييزية اللي في معناها منطقيا ما حقناش نلقاوهم في قانون وضع. اللقاء الحواري نظر في عدد من النقاط عبر ورشات عمل اهتمت جميعها بمجلة الأحوال الشخصية بما تحويه من فصول تمييزية مخالفة لما جاء في الدستور والاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء. وكان قد تم سن مجلة الأحوال الشخصية في 13 من أوت سنة 1956، مجلة مكنت المرأة من تجاوز مسألة المساواة مع الرجل لتدخل معه في شراكة حقيقية. تم إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 من أوت سنة 1956، أي 5 أشهر بعيد استقلال تونس وقبل صياغة دستور 59 و900 وألف. وتم تأليف مجلة الأحوال الشخصية من قبل الشيخ محمد الفاضل بن عاشور بعد أن مهد لفكره عدد من علماء التنوير الزيتونيين في النصف الأول من القرن العشرين. وتتضمن مجلة الأحوال الشخصية 231 فصلا شددت على المساواة بين الرجل والمرأة، حيث ينص الفصل 18 على حظر تعدد الزوجات، فيما أرسل الفصل 5 سنا دنيا للزواج لا تقل عن 18 عاما بالنسبة إلى الفتاة، وجعل موافقتها شرطا لإتمام الزيجة. أما الفصل 30 من قانون مجلة الأحوال الشخصية فقد منع الطلاق من جانب واحد وفوض للمحاكم المدنية البت فيه. ورغم إقرار العديد من الباحثين في السياسة والفكر والقانون بأن مجلة الأحوال الشخصية تعد قيمة دستورية ومكسبا جوهريا، مكنت المرأة من تجاوز مسألة المساواة مع الرجل لتصبح شريكة معه وتحولت إلى ما يشبه الدرع الحقيقي لحماية المجتمع. رغم ذلك فإن هناك دعوات لملائمة مجلة الأحوال الشخصية لروح نص الدستور الجديد. حق المستهلك في تغذية صحية هو شعار الذي اختاره المعهد الوطني للاستهلاك بالشراكة مع المعهد الوطني للتغذية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك، تظاهرة هدفها توعية الأطفال عبر العروض الفنية المتنوعة. كشفت إحصائيات سنة 2012 عن ارتفاع المصابين بالسمنة في صفوف الأطفال دون الخمس سنوات إلى 9.5 بعد أن كانت في حدود 6.3 سنة 2006، مؤشرات وصفها المختصون بالخطيرة. وفي اليوم العالمي لحقوق المستهلك اختار المعهد الوطني للاستهلاك تنظيم سلسلة من التظاهرات التوعوية الموجهة للناشئة بمدينة بنزرت في محور حق المستهلك في تغذية صحية. حسب اختيار المحور تم اختيار تنسيق مع المعهد الوطني للتغذية والتقنيات الغذائية باش ننظموا الاحتفال هذا. الاحتفال سنة موجه للصغيرات، تم في الإطار هذايا تنظيم منذ 12 مارس الجاري مسابقة موجهة لأطفال رياض الأطفال، اليوم إن شاء الله تتويج
الأعمال والأشغال اللي تمت في الإطار هذايا باش نعطيهم جوائز قيمة. مشاركة تلاميذ رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمعاهد ببنزرت في هذه التظاهرة كانت متميزة عبر تعبيرات فنية راوحت بين الموسيقى والرسم والمسرح والرقص، تعبيرات أرادوا من خلالها التأكيد على أهمية تنمية وعي الناشئة لاتباع سلوك غذائي صحي. نشاركوا في مسرحية بتاع التغذية السليمة والمتوازنة. لازمنا نحافظوا على بدننا وعلى التوازن الأغذية متاعه. فلا يكفي أن الجسم يحتاج إلى غذاء متوازن بل يحتاج إلى النظافة. وعندهم حق، أنا أنت هيك جوي أنا متاع مكلة الشارع، ما أنت هيك مش نتعرف على حاجات جديدة. ويتواصل برنامج الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك بالجهة يوم 19 من الشهر الجاري احتفال يشمل كل الفئات العمرية بتقديم محاضرات عن الأنماط الاستهلاكية التونسية. أعرب رئيس حزب أفاق تونس ياسين إبراهيم عقب اختتام أشغال المجلس الوطني للحزب أعرب عن تخوفه من تأثير الأزمة التي تمر بها حركة نيدا تونس على المناخ السياسي في البلاد. كما تم خلال أشغال هذا المجلس انتخاب القيادي فوزي عبد الرحمن أمينا عاما للحزب. تقييم أداء حكومة الحبيب الصيد وأهم التحديات الاجتماعية التي واجهتها عقب تسلمها السلطة كان من بين المحاور التي تداولها المجلس الوطني لحزب أفاق تونس. الحكومة قاعدين احنا من الناس المؤثرين في أخذ القرار في الحكومة. الطريقة اللي استعملناها تنسنا سيد رئيس الحكومة غدوة مش يبين النقاط بتاع 3 أشهر الأولانيين، لكن نعتقد كانوا ماشيين في الطريق الصحيح. في 5 جماعات لازم نكونوا واقعيين، في 5 جماعات اي حكومه تبدا ماهيش باش تعمل معناها معجزات، هي اللي يلزم وهذا اللي صار الحقيقه، هو اخذ القرار بسرعه كما اللي صار مثلا في الذهيبه، معناها هذه حكومه ميدانيه واقعيه. بعد بالطبيعه فما تحرك اجتماعي على خاطر مشاكلنا الاجتماعيه كثيره، الفقر كثير في البلاد، عدم معناها البطاله كثيره في البلاد، فما تحرك، فما البعض منها اللي هي طبيعيه وتتفهم، بعض منها مهيكل معناها نوعا ما. ولئن أكد قيادي حزب أفاق تونس على انسجام الحكومة في تنفيذ برنامجها فإنهم عبروا عن تخوفهم من تأثير الأزمة التي تعيشها حركة نداء تونس على المناخ السياسي في البلاد. خوفين من التمشي اذا يمشي في ثنيه سلبيه، ان شاء الله لا، ان شاء الله معناها يلقاو التوازن الكافي والتوافق الكافي باش الامور تستقر، على خاطر ما تنجمش تكون حكومه تخدم معناها وراء برلمان ممكن ماهوش في مستوى معناها توافق واستقرار كما لازم، خاصه في الحزب الاول. ونظرا لانشغال رئيس الحزب بمهامه صلب الحكومة تم انتخاب القيادي فوزي عبد الرحمن أمينا عاما للحزب، فيما تم توسيع المكتب السياسي بضم النواب الجدد للحزب ووزرائه. تحت شعار من أجل حياة طلابية ديمقراطية وتعليم في خدمة المجتمع تواصلت اليوم أشغال المؤتمر 6 للاتحاد العام التونسي للطلبة. المؤتمر الذي يعتبر ثاني للمنظمة الطلابية بعد الثورة سيختتم غدا بانتخاب القيادة الجديدة للاتحاد وإصدار اللوائح وإيجاد توافق بخصوص البرامج القادمة. الأمين العام للاتحاد رشد كحلاني قال إن هذا المؤتمر الأول بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية يؤمل منه صياغة رؤية طلابية تؤثر في المشهد الوطني تتفاعل حولها كل الأطراف. تابع أن الاتحاد العام التونسي للطلبة وفي مؤتمره السابق سجل حضوره على الساحة الطلابية ويتطلع بعد مؤتمره إلى أن يكون في صدارة الحركة الطلابية وفق تعبيره. طرحنا جناحين في العمل، الجناح الأول هو ضمان حياة طلابية ديمقراطية داخل الجامعة بمراجعة كل القوانين المنظمة للحياة الطلابية التي لم تغير منذ أوت 73. نقطة 2 تعليم في خدمة المجتمع، وهنا إشارة إلى مشروع إصلاح التعليم العالي، ونريد تعليم حقيقي يخدم المجتمع ويستجيب لتطلعات المجتمع بعد الثورة في القضاء على البطالة، القضاء على الفقر، والاستجابة لرهانات العدالة الاجتماعية. إذا تحدثنا عن العدالة الاجتماعية فلابد أن نتحدث عن اقتصاد المعرفة، ونتحدث أيضا عن إنتاج المعلومة، وإنتاج المعلومة يقتضي البحث العلمي، والبحث العلمي يعني إنتاج المعلومة وبناء الثروة. في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر إلى التفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد من أجل انتقال سلمي للسلطة في سوريا. وأضاف كيري أن واشنطن تدرس فرض الضغط على الأسد من أجل حمله على التفاوض.
في العراق تحاصر القوات العسكرية وقوات الحشد الشعبي مدينة تكريت، كما تشهد مدينة الأنبار والرمادي مواجهات بين مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والجيش العراقي. أعلن متحدث باسم قوات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية من أجل استعادة مدينة تكريت من يد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية أن تحرير المدينة على مرمى حجر، وسيتم ذلك خلال 72 ساعة. وقد أضاف المصدر ذاته أن عناصر التنظيم ما زالوا متحصنين بمركز مدينة تكريت محاصرين من جميع الجهات، بيد أن عملية التحرير لن تكون إلا بعد تطهير جوانب الطرق والمنازل من العبوات الناسفة، وذلك بعد وصول التعزيزات العسكرية وفرق هندسية مختصة في المتفجرات قبل استئناف الهجوم. مدينة الرمادي غربي بغداد تتواصل فيها حرب الشوارع والمواجهات، ولتشهد المدينة حظرا جزئيا للتجوال في بعض أحيائها بعد شن مسلحي ما يسمى بالدولة الإسلامية 3 هجمات انتحارية استهدفت أحياء سكنية في المدينة. أما بمدينة الأنبار فقد طالب مجلس المحافظة فيها الحلف الدولي بتكثيف غاراته لقطع طريق الإمدادات عن مقاتلي التنظيم. في المملكة العربية السعودية أعلنت السفارة الأمريكية إلغاء خدماتها القنصلية بالرياض كامل نهار اليوم وغدا، والسبب ما قالت إنه مخاوف أمنية. كانت السفارة حثت كل الرعايا الأمريكيين في السعودية على اتخاذ احتياطات إضافية أثناء التنقل. سبق للسفارة الأمريكية أن حذرت الجمعة الفارطة من أن موظفي النفط الغربيين في السعودية قد يكونون هدفا لهجمات المتشددين الذين لم تحددهم. وفي المحيط الهادي اجتاح إعصار باما المصنف كعاصفة استوائية من الفئة الخامسة، اجتاح جزيرة فانواتو مخلفا أضرارا بشرية ومادية كبيرة دفعت بسلطات الأرخبيل لإطلاق نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي. من أعنف وأخطر الكوارث المناخية ما شهده أرخبيل فانواتو في جنوب المحيط الهادي، إعصار بام وهو ما يصنفه خبراء الرصد الجوي بعاصفة استوائية من الفئة الخامسة لما خلفه من أعداد هائلة من الضحايا والأضرار، ما يستوجب ساعات عدة لتكوين صورة واضحة عنه. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تحدث في معلومات أولية عن مقتل 44 شخصا جراء الإعصار الذي فتك بالقسم الأكبر من جزيرة فانواتو التي يسكنها 65 ألف نسمة إلى جانب جزر أخرى تقع في الجنوب ويبلغ عدد سكانها 33 ألف نسمة. وحسب المكتب الأسترالي للرصد الجوي فإن إعصار بام غير مساره في اللحظة الأخيرة متوجها نحو العاصمة بورت فيلا، فبرياح مدمرة تعصف دون توقف وأمطار طوفانية وسيول مفاجئة انقطعت الكهرباء والاتصالات بشكل كامل عن فانواتو، وامتلأت الطرق بالأشجار التي اقتلعتها الرياح وخطوط الكهرباء التي سقطت على الأرض، وضع مأساوي وصفه شهود عيان بأنه رعب كامل مدته من 15 إلى 30 دقيقة. وكانت سلطات هذا الأرخبيل الفقير قد أعلنت حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أن القلق الأكبر يتركز على المساكن العشوائية التي لا تقوى على الصمود أمام الرياح، كما ركزت بالتعاون مع صليب الأحمر ملاجئ لإيواء المشردين وقامت بإجراء تقييم أولي للحاجيات الغذائية والطبية للمنكوبين، مطلقة في الآن ذاته نداء استغاثة للمجتمع الدولي. نشرتنا متواصلة تتابعون فيها بعد قليل. انطلاق الدورة الثانية لأيام قرطاج الموسيقية بتوزيع جوائز تكريمية وعرض فني لمنير الترودي. لكن قبل ذلك وفي أخبار الرياضة، تأهل الترجي إلى المباراة النهائية من بطولة إفريقيا للأندية البطلة للكرة الطائرة بعد الفوز على مواطنه النجم الرياضي الساحلي مستضيف المسابقة بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، ليواجه فريق الأهلي المصري المتأهل على حساب مواطنه سموحة ب3 أشواط نظيفة. وفي كرة القدم عاد فريق الترجي الرياضي بفوز ثمين من أمام مضيفه كوسموس دوبافيا الكاميروني بهدف دون مقابل في ذهاب الدور 16 من مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، وأحرز الدولي الغاني أريسون أفول هدف المباراة الوحيدة. كما نسج النادي الرياضي صفاقسي على منوال مواطنه الترجي بالفوز بخماسية نظيفة على مضيفه سيماسية غولية. جاءت الأهداف الخمسة للنادي صفاقسي عبر كل من حمزة حدة ومحمد علي منصر وطه ياسين الخنيسي وبرهان الحكيمي وعلي معلولة.
تغلب الملعب التونسي على ضيفه الاتحاد الرياضي المناسيري بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدفعة الأولى من مباريات الجولة 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حمل هدف المباراة الوحيد توقيع اللاعب سيف الدين الجربي منذ الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، رفع بفضلها الملعب التونسي رصيده إلى 33 نقطة، فيما تابع الاتحاد المناسيري نزيف النقاط أسفل الترتيب. وفي باقي المباريات، وضع الترجي الجرجيسي حدا للسلسلة الإيجابية لمستقبل جابس بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف. عاد نادي حمام الأنف بنقاط الفوز بهدفين لهدف من أمام جمعية جربة بثنائية نظيفة، تغلب نجم المتلوي على النادي البنزرتي. وتستكمل الجولة يوم الأربعاء القادم، حيث يلاقي النادي الإفريقي الملعب الجابسي ويباري النجم الساحلي شبيبة القيروان، ويواجه الترجي الرياضي مستقبل المرسى يوم الخميس، فيما يستقبل نادي الرياضي الصفاقسي قوافل القفصة في 2 أفريل المقبل. بتنظيم من الجامعة التونسية للرياضة للجميع، احتضن قصر الرياضة بالمنزة عديد المنافسات الرياضية من ألعاب جماعية وفردية بمشاركة رياضيين يمثلون 24 ولاية على امتداد يومين. 24 ساعة رياضة، 24 ساعة أمل، كان شعار التظاهرة الاحتفالية للرياضة للجميع التي سجلت حضور قرابة 1500 مشارك. قصر الرياضة بالمنزه ومحيطه كان مسرح عديد التظاهرات والورشات في مختلف الرياضات، لينتفي هنا عامل السن والزمن تاركين المجال للجميع للتعبير كل حسب اختصاصه. عندنا ورشة الألعاب الشعبية متمثلة في كرة العكفة، هي كرة لعبة تقليدية نلعبها بمناسبة الجز في الربع الجنوب الشرقي. كيما الرياضيين والجامعات مع وزارة الشباب والرياضة، كي نحطوا ليد في ليد أي تظاهر ننجحوا فيها وننجحوا باش نلموا التوانسة مع بعضهم من مختلف الأعمار. اليوم نشوفوا المهرجان، مهرجان ناجح، مهرجان في تفاعل كبير. اليوم التوانسة تقريبا بنسبة كبيرة ممثلين وحاضرين، الرياضات كلها موجودة، ما نجم إلا أنا نبارك مثل الخطوة وإن شاء الله نحافظوا على هذا التقليد. عندي بنتي تقرأ في النوفية ما كتشوف بعدها، جبتها لهنا باش تتفرج وتشوف، ولو ما شاركتش في حتى مسابقة ما قالت لي بابا، معناها أجواء حلوة ياسر ومحليهم العبيد كي يضحكوا يلعبوا صغار وامبيونس، وما فماش شر وما فماش حسابات وما فماش فلوس وما فماش خوف، وكل شيء على طبيعته فولونتير. انا جيت هنا نحب نلعب ونتفرهد شوية ونشيخ. أنا جيت نلعب أنا وخويا بالكورة ومزينا كي كملنا الامتحانات. كيفاش لقيت الأجواء اليوم؟ باهية برشا. مع العطلة باهية جوا. أحسن حاجة أول مرة تروا الأجواء هذه؟ أول مرة. فرحانة ولا؟ برشا. فرحانة؟ إي. شنو لقيت اليوم؟ لقيت برشا صحاب في العطلة؟ باهي برشا وعجبتني سبيت بول وعجبتني والمطورات كيف انفنوا كل. التظاهرة لم تقتصر على الطابع الرياضي فقط، بل كانت احتفالية أيضا من خلال لوحات وعروض امتزج فيها الفن بالرياضة، عروض شارك فيها أبرز نجوم هذا النمط. اسمه بودي كومبا، هو خليط من السبور دو دام مارسيو، بوكس، كيك بوكسينج، تلقى فيه تايكواندو. هو عرض حلو برشا، فيه برشا موسيقى حلوه، وهذا العرض هذا فهمت توا مونديالمون فهمت موجود، الناس كل تحبه. معناها المهرجان الاحتفالي للرياضه للجميع كان متنفسا ولو الى حين، حتى يستعيد البعض جزءا من جهود تشتتت ما بين هموم ومشاغل الحياه اليوميه ومقاعد الدراسه. فقدت الساحة الفنية التونسية الفنان القدير الهادي قلال الذي وفاه أجل المحتومة اليوم عن سن تناهز 83 عاما. والفقيد فنان كبير صدح بصوته أيام الزمن الجميل، وترنمت أجيال بأغاني منيرة يا منيرة ويا دار الحبايب وملاك يا ملاك ويا فاطمة يا بنت العم، وهي أغاني أثر بها المخزون الفني التونسي وعانق عبرها فقيد الأغنية التونسية رونق اللحن التونسي والأغنية الخالدة. وتراوحت أغانيه بين الوطنيات وهمسات العشق والوجدانيات والغزليات التي نهلت من مخزون تونس ومخيالها، وحاكت جمالياته فهمست في لهجة تونسية صرفة بالعشق والعتاب طورا، ودعت للحلم وحب الحياة حينا آخر.
الهادي القلال كان أحد أبرز أعلام الفن والأغنية التونسية، قد قدمه للجمهور الفنان الراحل رضا القلعي وأقحمه بفرقة المنارة التي كان يقودها، تبنى صوته ليكون نهجه الفني مطبوعا باللون الموسيقي التونسي الذي خلق حركية فنية وأثر الموسيقى التونسية على امتداد عقود. إذن رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس جنانه. بتوزيع جوائز تكريمية وعرض فني لمنيرة رودي انطلقت مساء أمس بالمسرح البلدي بالعاصمة فعاليات الدورة الثانية لأيام قرطاج الموسيقية. نتابع. على هذا البساط الأحمر ترجل نجوم الدورة الثانية لأيام قرطاج الموسيقية ليلتقوا بجمهور داخل المسرح وفي محيطه. الجمهور لقيته فوق ما كنت نتخيل. ربي يحميهم، ربي يحمي بلادنا، ربي يحمي كل شبر من أرض تونس الغالية. هذه الدورة بدت حاملة لمشروع بتوجهات تونسية إفريقية ومتوسطية. هذا المهرجان يسمو إلى أن يكون يعني سوق موسيقية جنوب متوسطية الأولى من نوعها، وفرصة أنه احنا الفنانين نتقابلوا مع بعضنا بتنوع الأصناف، تلقى المنتج، تلقى الملحن، تلقى الموزع، تلقى المؤدي. نخرج الموسيقى والأغنية من الأشياء التجارية اللي عم نسمعها دائما. أما مضامين هذا المهرجان فهي تعبيرات موسيقية وغنائية عن القضايا المعاصرة للمجتمعات. أهمية الثقافة في كل الظروف، فما بالك في الظروف اللي احنا فيها. كل اهتمام بالثقافة يعني هو نوع من التحيل على الرداء. مثلا بفلسطين الموسيقى هي كمان أداة مقاومة مثل أنواع أخرى من المقاومة. نغني هي نغني لنحيا، نغني لنحيا وتحيا الحياة. هي وصلة موسيقية للفنان اليوناني تيكيس تيودوراكيس، جزء من أجزاء أخرى لأعمال فنانين تونسيين وأجانب تم عرضها بمناسبة تكريمهم في إطار جائزة زرياب. وقد كرم المرحومان صالح المهدي والفرنسي جلال الدين فايس، فضلا عن زياد غرس من تونس وعبد العزيز بن عبد الجليل من المغرب وعلي الإمام من العراق وجون دورينغ من فرنسا. كان ذلك قبل أن يفسح المجال للعرض الافتتاحي ناجوز للفنان منير طرودي. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. الهيئة الإدارية القطاعية لتعليم الأساسي تعقد اجتماعا والمشاركون يرجحون توجه نحو الإضراب. وزارة الصحة تحذر من خطورة الاستغلال العشوائي لمصب بورشكير، ووزارة البيئة تطلق برنامجا عاجلا للحد من مخاطره الصحية. واختتام مسابقة الخمسة الذهبية وجملة تظاهرات في المدن التونسية بمناسبة اليوم الوطني لللباس التقليدي. ودائما يمكنكم التواصل معنا مشاهدين عبر البريد الإلكتروني للتلفاز الوطني info@tunisiatv.tn. ونذكر أن 193 يوما مرت على احتجاز الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الإقطاري في ليبيا. إذن نهاية النشرة، سهرة متواصلة مع كامل فريق برنامج الأحد الرياضي. مشاهدة طيبة للجميع، إلى اللقاء.